بسم الله الرحمن الرحيم. زملاء المستقبل الأعزاء، يمكن دي تاني محاضرة معاكم السنة دي في التكنولوجي. هي امتداد شوية وتطبيق واسع شوية للخطوات اللي احنا قلنا عليها واحنا بنشخص الاندوكراين تيز. احنا هنتكلم النهارده عن الفيكوموسيتوما والبارجنج اليوما، وهنحاول في النهاية نبسط الأمور، وانا عايز اديها برضو كمثال ازاي نتعامل مع حاله اندوكراين ديزيز. خلينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفي كروموسايتوما والباراجانجليوما الاثنين اعراضهم تقريبا، مش تقريبا، هي اعراضهم متشابهه مع بعض. وهنا هتيجي أهمية which is the diagnosis of the disease. زي ما احنا قلنا ان ثالث خطوة واحنا بنعملها في الدياجنوزيس بتاع الاندوكراين ديزيزز هو نعرف ايه سبب المشكله، لان العلاج بيختلف اختلافا جذريا من مشكله للثانيه، ممكن عاملين نفس المرض او نفس الاعراض. زي ما قلنا احنا بيبقى لنا اجنده، الاجنده دي احنا بنتحرك من خلالها بحيث ان احنا نوصل في النهايه للتارجت بتاعنا ان شاء الله. هنتكلم ايه في كروموسيتوما البارجنجليوما، كلينيكال بيكشر المريض بيجي لنا ازاي وبنشوف فيه ايه بالاكزامينشن، ازاي بنعمل انفستيجيشنز تو كونفيرم الدايجنوزيس بتاع الديزيز، نعرف سبب الديزيز ايه، وبعدين نعالج ازاي وهنعمل فولو اب ازاي للمريض بتاعنا. البارجنجليوما يمكن اتخذته في الباثولوجي ان هو نيورو اندوكراين تيومر بيطلع اكسسيف اماونتس اوف كاتيكول اندوكراين. يوجوالي في الغالب بيبقى نور ادرينالين، ممكن بيبقى فيه نسبه من الادرينالين والدوبامين في بعض الاحيان. الفايكروموسايتوما بتطلع من الادرينال مضله، من المضله بتاعت السوبرا دينال جلاند، لكن ممكن تطلع من الكرومافين سيلز اللي موجوده في النير باي سمباثاتيك جانجليا، وريرلي من البارا سمباثاتيك جانجليا، وهنا بنسميها بارا جانجليوم. ممكن بعض حالات الفي كروموسيتوما او البارجنجليوما بتبقى انهيريتد، وديت بتبقى اوتوزومال دوميننت تريت، ممكن تبقى لوحدها وممكن بيبقى معاها اذر ابنورماليتي زي ما هنشوف مع بعض بعد كده ان شاء الله. الفي كروموسيتوما بتبقى اكتر في الفيميلز في الاربعينات والخمسينات بتاعه العمر بتاعهم، والفي كروموسيتوما حوالي من 1 من 10 ل 6 من 10 من المرضى اللي عندهم هايبرتنشن ممكن نلاقي سبب الهايبرتنشن ده في كروموسيتوما. هو ديزيز نادر على فكره، ممكن يبقى موجود حوالي من 4 ل 6 حالات في المليون زي ما في الولايات المتحده الامريكيه، يمكن هم بيبقى عندهم احصائيات اكثر دقه على مستوى العالم كله. في حاجه اسمها الرول اوف 10، الرول اوف 10 ده في الفي كروموسيتوما ان عشر الحالات بتاعت الفي كروموسيتوما ممكن تبقى مالجنان، عشرهم ممكن يبقى التيومر بايلاتري يعني موجود في الادرينال المضله في الناحيتين، عشرهم بيبقى موجود معاه اكسترا ادرينال يعني موجود في السوبرا رينال جلاند وموجود في السمباثاتيك جانجليا، يعني كومبايند في كروموسيتوما وبارا جانجليوما، وان عشر الحالات بيبقى الفي كروموسيتوما بتاعتهم فاميليال يعني رانز ان فاميليز، احنا قلنا اوتوزومال دومينانت تريت. طيب في كروموسيتوما انا عايزكم برضو تدوروا على كلمه اوتوزومال دومينانت تريت، يعني ايه تريت؟ انا عايزكم تدوروا فيها، انت هتاخدوا محاضرات في الجينيتكس طبعا، لكن انا عايزكم تدوروا معنى كلمه تريت ايه، لان جزء كبير جدا من الانترنال ميديسن ديزيزز، مش الانترنال ميديسن ديزيزز والبيدياتريك ديزيزز، زي ما هتشوفوا بعض امراض الرمد وحاجات كتيره قوي، وبعض الامراض حتى اللي هي بتتعالج علاج جراحي ديت بتبقى جينيتك ان اوريجن، يبقى الجينيتكس مهمه جدا، واحنا برضو لازم نركز شويه كده في محاضرات الجينيتكس ان شاء الله تعالى، على الاقل نفهم البيزز بتاعه الجينيتكس. يبقى زي ما قلت لحضراتكم زملاء المستقبل، احنا هندور يعني ايه اوتوزومال دوميننت تريت. الحاجات اللي هي سجستيف ان احتمال اللي فيه كروموسيتوما او البارجنجليوما بتاعه المريض ديت تبقى فاميليال، لو كانت بايلاتر، لما بتبقى موجوده في الناحيتين الاثنين ممكن نشك ان هي فاميليال، لما تبقى موجوده في الادرينال جلاند وبره الادرينال جلاند يعني في السمباثاتيك جانجليا وفي الادرينال جلاند يبقى ديت برضه احتمال ان هي فاميليال موجوده، ولما الايدج اوف اونست اللي هو عند التشخيص يبقى تحت ال 30 سنه برضه بنفكر في فاميليال في كروموسيتوما.
الموست كومن انهيرتد فورم بتاعت الفي كروموسايتوما هي الماركبل اندوكراين نيوبليجيا تايب 2A او 2B، وهي حاجه اسمها فون هيبرلانداو سيندروم او النيورو فايبروماتوزز تايب 1 او الفاميليال في كروموسايتوما باراجانجليوما سيندرومز. وانا برضو ده هعتبر لكم كواجب منزلي ان احنا ندور يعني ايه فون هيبرلانداو سيندروم، يعني ايه نيورو فايبروماتوزز تايب 1 وتايب 2، او ايه الفاميليال في كروموسايتوما باراجانجليوما سيندروم. حاولوا تشوفوا لي ايه الكرايتيريا اللي موجوده فيها. يمكن المالتو بالاندوكراين نيوبليجيا ديت حاجه يعني شائعه في عالم الاندوكراين، ان انتوا تلاقوا التعبير ده يمر عليكم كتير في مالتو بالاندوكراين سيزيز. في المالتو بالاندوكراين نيوبليجيا تايب 2A بيبقى مع الفي كروموسايتوما في مدلري ثايرويد كانسر. مدلري ثايرويد كانسر ده اللي هو بيطلع الاكسسيف كالستوني، وممكن يبقى فيه هايبر، مش ممكن، ده جزء من السندروم اللي هو بيبقى فيه، او جزء من المالتو بالاندوكراين نيوبليجيا بيبقى فيه هايبر بارا ثايرويدز، بيبقى عندنا هايبر كالسيميا وهايبو فوسفاتيميا، والبي تي اتش اللي هو الباراثورمون هرمون بيبقى عالي عند المرضى دولت. ممكن تبقى هايبر بليجيا وده الكومن في الباراثايرويد جلاند، او يبقى معاهم باراثايرويد اكيد. المالتو بالاندوكراين نيوبليجيا تايب 2 بي هو نفس الكريتيريا بتاعه تايب 2 اي، بس بيبقى معاها حاجات ثانيه زي المالتو بالميوكوزال نيورومز والمارفينويد لايك فيتشرز. يمكن احنا فاكرين او نعرف او نسمع عن ابراهام لينكولن، ده رئيس الولايات المتحده الامريكيه اللي كان له دور كبير جدا في تحرير العبيد في تاريخ امريكا، ويمكن هم من الرؤساء المهمين في التاريخ الامريكي. كانوا بيقولوا ان هو عنده مارفان سيندروم، لا هو كان عنده مالتو اندوكراين نيوبليجيا تايب 2 بي، وكانت الفيتشرز بتاعته هي مارفينويد لايك فيتشرز. المريض بتاع في كروموسايتوما بيجي بترياد، الترياد ده هو هيديك نتيجة الهايبرتنشن، بيجي بالبيتيشن نتيجة التاكيكارديا اللي موجودة في الغالب بتبقى ساينس تاكيكارديا. يمكن ده الترياد اللي احنا اتكلمنا عليه في المحاضرة بتاعت الابروتش تو الاندوكراين بيشن. وبيجي معاه دايفوريسيس، بيبقى معاه عرق بارد، ودولت الترياد اللي هو الكومن مع مريض الفي كروموسايتوما. وفي الاتاكس في الغالب بتبقى باروكسيسمال، بيبقى معاه اعراض ثانيه، بيبقى معاه اعراض ثانيه اللي هو المريض بتاع الفي كروموسايتوما. يبقى البالبيتيشن زي ما قلنا نتيجه التاكي كارديا او بريماتيور فنتريكولار كونتراكشنز نتيجه الاكسس سمباثيك اكتيفيتي، نتيجه الكاتيكولامينز اللي بتطلع من التيومر بالاكسس اماونتس. بيبقى فيه باروكسيسمال هايبرتنشن بيروح ويجي، وبعدين بعد كده بيبقى بيرسيستنت هايبرتنشن، يبقى فيه كولد سويتنج زي ما قلنا، وفي لوس اوف بادي ويت. ده ممكن يبقى جزء من الكلينيكال بيتشر والسيمبتومز اللي المريض بيشتكي منها مع الفي كروموسايتوما. يبقى مع انكزايتي، عشان كده احنا يمكن في المحاضره بتاعه الابروش تو اندوكراين ديزيز قلنا ان حالات الانكزايتي نيروزز بتتشابه مع الفي كروموسايتوما، بتتشابه مع الهايبوجلايسيميا، ممكن تتشابه مع حالات السايبوكسكوز، لان في النهايه القصه كلها سيمباثيك اوفر اكتيفيتي. المريض بيبقى عنده هيديك نتيجه الهايبرتنشن، والمريض ممكن يبقى معاه بالور. ليه في بالور في حالات الفي كروموسايتوما؟ لان في اكسس نور ادرينالين، بيعمل بريفرال فازوكونستريكشن، بيعمل فازوكونستريكشن للسكين بلاد فيزلز، وبالتالي المريض ممكن يظهر عنده بالور، مش عنده انيميا ولا حاجه، لا نتيجه البريفرال فازوكونستريكشن. المريض ده لو خد كاتيكولامينز تحت اي ظرف من الظروف، السيمبتومز والمانيفستيشنز بتاعت الفي كروموسايتوما او البارجانجليوما بتبقى اكسيربيت. طيب المريض ده ممكن ياخد الكاتيكولامينز تحت ظروف ايه؟ فور اكزامبل واحد جاله نزله بدر، فبقى ياخد ادويه البرد المتاحه في السوق، في الغالب بيبقى داخل من ضمن الانجريدينتس الاكتف انجريدينتس بتاعت ادويه البرد فازو كونستريكتور ايجنت. الفازو كونستريكتور ايجنت ده اللي هو عشان يعمل فازو كونستريكشن للنيزل بلاد فيزلز ويعمل دي كونجيشن. الحاجات ديت في الغالب هي مش في الغالب، هي عباره عن بعض الفارماكولوجيكال فورمز اوف كاتيكولامينز. ممكن المريض يروح لدكتور سنان، دكتور سنان عايز يطول فتره البنج، فيدي البنج بتاع السنان وداخل في التركيبه بتاعته حاجه اسمها ليفنوربفرين. ليفنوربفرين ده عباره عن كاتيكولامين عشان يعمل فازو كونستريكشن بلاد فيزلز بتاعت الجمز، على اساس ان هو يقلل سرعه الابسوربشن بتاع اللوكال انستيتيك دراج ويشتغل لوكالي لفتره اطول، والاكشن بتاع الانستيتيك دراج في الاسنان
في ديورنج الدنتال بروسيجر يطول شويه. مجرد ان احنا بنشك ان المريض عنده في كروموسيتوما من الاعراض اللي احنا قلنا عليها، ويمكن لو ركبنا المحاضرتين على بعض الابروتش تو اندوكراين بيشنت او اندوكراين ديزيزز مع المحاضره ديت، بنبدا ناكد الدياجنوز بتاعنا بايوكيميكال. زي ما قلنا الخطوه الاولى بايوكيميكال دياجنوزز، بنعمل السيرم ميتانيفرين ليفل في البلازما، وده السنسيتيفيتي بتاعته عاليه. يعني لو لقينا السيرم ميتانيفرين ليفل خصوصا ديورنج الباروكسيزم اوف اتاك لانها سلبيه، في الغالب المريض ده ما عندوش في كروموسيتوما في الغالب. من البايوكيميكال دياجنوستيك ميثودز الثانيه اللي احنا ممكن نعملها للمريض، المريض بيجمع بول 24 ساعه وبنشوف في ال 24 اور يورين اكسكريشن اوف نور ابنفرين، ابنفرين فانلاين مانديليك اسيد، ده من الميتابولايتس بتاعت النور ابنفرين والابنفرين او الميتا نفرين والنور ميتا نفرين، دي برضو من الميتابولايتس بتاعت النور ابنفرين والابنفرين. طيب احنا زي ما قلنا ان ده باروكسيسمس، يبقى انا بفضل بقول للمريض ابدا تجميع البول وانس ان الاتاك تحصل، او انزل المعمل لو في معمل جنبك شوف لي الفري ميتانيفرين ديورنج الاتاك اللي بيحصل فيها الهيديك مع البالبيتيشن مع الديافريسيس، انزل اعمل لي الكلام ده ديورنج الاتاك عشان اليلد يعني المحصله بتاعه الدياجنوزز تبقى افضل. طبعا نفترض ان احنا عملنا الكلام ده كله ولقيناه نيجاتيف، بس ستيل الكلينيكال بيكتشر سجستيف اوف في كروموسيتوما، يبقى احنا بنلجا لحاجه اسمها دايناميك تيست. احنا زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت اللي هي بتاعه الابروتش اندوكراين ديزيز، ان الدايناميك تيست في حالات الهايبو فانكشنينج جلاندز او هايبو فانكشنينج اندوكراين جلاند تبقى ستيمولايشن تيست، في حالات الهايبر فانكشنينج اندوكراين جلاند بتبقى سبريشن تيست. هنا السبريشن تيست بنستخدم كلونيدين، ده سنترالي اكتنج، سنترالي اكتنج الفا بلوكينج ايجنت، ده بيستخدم كتريتمنت للهايبر تنشن. النظريا لما بندي الكلونيدين في المريض الطبيعي بيعمل سبريشن للسكريشن اوف كاتيكولامينز وميسس كاتيكولامينز قبل ما ندي الكلونيدين، وبعد ما ندي الكلونيدين المفروض ان الليفل بتاع الكاتيكولامينز ممكن يكون الابنفرين قد يكون النور ابنفرين، ممكن نعمل الاثنين مع بعض، لكن احنا بنفضل ان احنا نعمل النور ابنفرين لان هو الموست كومن في حالات الفيكروموسيتوما النور ابنفرين، لان كل حاجه بتكلف زي ما قلنا. في بعض الدكاتره يقول لك لا طب ما نعمل الاثنين مع بعض ونشوف، لان ممكن الواحد فيهم يبقى مش المعمل ما قدرش ان هو يقيسه صح، ولا يعني هو المفروض ان احنا نبدا بالنور ابنفرين، لا بكل حاجه بتكلف. المفروض ان النور ابنفرين ليفل بعد ما ندي الكلونيدين، ده دواء بيتاخد بالفم وبيتاخد جرعته 150 مايكرو جرام لكل سكوير متر سيرفيس اريا من البادي، بنحسب الجرعه بتاعه المريض، بنقيس البلاد بريشر بتاع المريض قبل ما نبدا، وبنقيس النور ابنفرين قبل ما ندي الكلونيدين، وبعدين بنبدا ندي الكلونيدين وبنقيس الليفل بتاع النور ابنفرين والبلاد بريشر على فترات بعد الكلونيدين. المفروض يحصل سبريشن للنور ابنفرين ليفل، لا في حالات الفيكروموسيتوما لما تبقى موجوده النور ابنفرين ليفل ما يحصلوش سبريشن، واحيانا بيزيد بعد ما ندي الكلونيدين، يبقى ده بنسميه سبريشن دايناميك تيست فور كونفرميشن اوف دايجنوزيس اوف فيكروموسيتوما. بنلجا له لما البايوكيميكال تيستس اللي احنا قلنا عليها قبل كده بتبقى نيجاتيف وستيل سسبكتنج الفي كروموسيتوما كلينيكال. طب احنا شخصنا ان في كروموسيتوما، عايزين نعرف يا فين، هل في كروموسيتوما دي نتيجه ادرينال ليجن ولا هي باراجانجليوما طالعه من السمبثات الجانبيه؟ فبنبدا نعمل ابدومينال كونتراست انهانسد، يعني بنعمل ابدومينال سي تي او ام ار اي مستخدمين كونتراست ميديا. في السي تي بنستخدم ايدونيتد كونتراست ميديا، وفي الام ار اي بنستخدم حاجه اسمها جاتين. طب احنا عملنا وما لقيناش حاجه في السوبرا رينال جلاند ولا حاجه في السمباثات الجانجليا في المنطقه اللي هي قريبه من السوبرا رينال جلاند في الابدو، طب احتمال يبقى في باراجانجليا ثانيه موجوده، باراجانجليوما موجوده في حته ثانيه. فبنبدا نعمل ام ار اي للسكال بيز والنيك والتشست والبلفس، لان قد يكون الباراجانجليوما ديت موجوده في السمباثات الجانجليا في اي منطقه من المناطق.
طيب احنا عملنا الكلام ده كله وما لقيناش حاجه، ما عرفناش نوصل، يبقى بنلجا للراديو ايزوتوب سكان. الراديو ايزوتوب سكان بنستخدم في مواد معينه في حالات الفيكروم سيتوما البارجنجليوما، لو بنستخدم الميتا ايودو بنزايل جوانيدين، او بنستخدم السنتيجرافي يوزنج الجادولينيوم دوتاتيت بيت سي تي اور ايتين فلورو دي اوكسي جلوكوز بيت سي تي. دي كلها راديو ايزوتوب سكان ميثودز. بنستخدم الميتا ايودو بنزايل جوانيدين او في الجاليوم دوتاتيت ده احنا بنحط من ضمن الكونتراست اللي احنا بنستخدمه او الايزوتوب ايجنت اللي احنا بنستخدمه بالاصح حاجه اسمها الاكتوريوتايد. الاكتوريوتايد ده بيروح يلزق على النيوروندوكراين سيلز وبالتالي بيعرفنا السورس اوف سيكريشن موجود فين. في حاجه انا عايز اقولها ممكن ما تبانش في الام ار اي، فور اكزامبل لما يبقى السمباثاتيك جانجليا اللي افكتد وعامله باراجانجليوما موجوده في اليورينري بلادر ممكن ما نقدرش نلمعها بالام ار اي قوي، ودي بتعمل حاجه اسمها سيتويشنال باراجانجليوما او سيتويشنال سيكريشن للكاتيكولامينز. المريض يبدا يخش الحمام على اساس ان هو يعمل ميكتوريشن، يبدا يجي له الصداع والبالبيتيشن والسويتنج، لان السكويزنج بتاع السمباثاتيك جانجليا في البلادر بيز وقتها هو اللي بيطلع الهرمون بنسبه كبيره ويبدا يعمل المانيفستيشنز بتاعه البارا جانجليوم. طب احنا شخصنا ان التيومر موجود فين بالظبط؟ موجود في السوبرارينال جلاند ودي في كروموسايتوما. يبقى بنبدا نعالج المريض بتاعنا. طبعا العلاج بتاع في كروموسايتوما تيزاتيوم، العلاج سيرجيكال ريموفال اوف ذا تيومر، وده كيوراتيف تريتمنت. طيب انا عشان ادخل المريض وضغطه عالي عشان يعمل السيرجيكال تريتمنت ممكن يجي له هايبرتنسيف كرايسيس ديورنج الاوبريشن، لازم انا اظبط ضغط المريض قبل ما يخش العمليات ويعمل العمليه بتاعته. في الغالب الادويه اللي بتستخدم فور تريتمنت اوف هايبرتنشن في الفيكروموسايتوما هي الالفا ادرينرجيك ريسبتور بلوكرز. كان قبل كده اللي احنا بنستخدمه الفينوكسيبنزامين، وده نون سيلكتيف الفا 1 الفا 2 ادرينرجيك بلوكر. كنا بنبدا بجرعه 10 ملي جرام بير داي، نرفعها ل 20، نرفعها ل 30، نرفعها ل 40. طبعا لو رفعنا الجرعه عن 10 ملي جرام بنبدا نوزعها على مرتين. لكن طبعا النون سيلكتيف الفا ادرينرجيك بلوكرز ممكن تعمل ريفلكس تاكيكارديا، ممكن تعمل سام سورت اوف تشينجز اوف بي ار انترفال وبالتالي تعمل بالبيتيشن نتيجه دروب بيتس فور اكزامبل، او ممكن تعمل بوشرال هايبوتنشن. فبعد اسبوعين اثنين من بدايه الفينوكسيبنزامين عشان نحاول نتفادى الكلام ده كله بنبدا نضيف بيتا بلوكر على الفينوكسيبنزامين. ما بنحطش البيتا بلوكر من الاول، البيتا بلوكر بنحطه بعد اسبوعين على اساس ان احنا لو حطينا البيتا بلوكر انا بقفل الفازو دايليتور افكت بتاع الكاتيكولامينز على البيتا 2 ريسبتورز لان انا قفلتها، وبالتالي انا بزود الهايبرتنشن. اذا انا بدي فرصه للفينوكسيبنزامين يعمل كنترول للبلد بريشر وبعدين اخش بالبيتا بلوكر. في الفتره الاخرانيه بدانا نستخدم سيلكتيف الفا 1 ادرينرجيك ريسبتور بلوكر زي ترازوسين وزي الدوكزازوسين which are commonly used now for treatment of hypertension. دول بيتاخدوا مره واحده في اليوم، ولما يتاخدوا مره واحده في اليوم السايد افكتس بتاعه النون سيلكتيف الفا ادرينرجيك بلوكر بتبقى اقل، وممكن ما احتاجش ان انا ادي بيتا بلوكر معاه. في الغالب انا بحب ان انا اوصل العيان بتاعي لتحت ال 160 على 90 قبل ما ادخله العمليات عشان نقلل فرصه الهايبرتنسيف كريس. في حاجه مهمه لازم نعرفها ان بعض مرضى الفي كروموسايتوما لو هم بيجي لهم باروكسيسمال هايبرتنشن بعض المرضى ممكن يجي لهم بوشرال هايبوتنشن. بوشرال هايبوتنشن بالذات ممكن يجي له بوشرال هايبوتنشن، المريض يكون قاعد او يكون نايم ويقوم فجاه من القعده بتاعته او نومه يجي له هايبوتنشن، وده سببه بيبقى في الغالب ريلاتيف هايبوفوليميا نتيجه سمباثيك داون ريجوليشن في الكاباسيتانس فينز. الفينز بتاعت اللور ليمز السمباثيك اكتيفيتي بتاعتها بيحصل لها داون ريجوليشن، يعني بتقل مع الاكسس كاتيكولامينز اللي موجوده في السيركوليشن، وبالتالي بيحصل لها فازو دايلاتيشن. احنا عارفين لما بنيجي نقف من القعده بتاعتنا الكاباسيتانس فينز بيحصل لها فازو كونستريكشن تو بوش ذا بلاد توردز ذا هارت، وبالتالي تزود الفينس ريتيرن
لكن هنا لما بيحصل فاز دايلاتيشن للكاباسيتانس فينز بيحصل بولينج للبلاد في اللور ليمز وبيبدا البلاد بريشر يحصل له دروب ديورينج الاريكت بوزيشن اللي هو بيعمل بوش عشان. بالاضافه ان بعض مرضى الفيكروموسيتوما خصوصا لما بيبقى عندهم سيفير دايفوريسيس وريكارنت كتير قوي ممكن يعمل لهم اكشوال هايبوفوليميا لما ما عوضوش الكلام ده بجود فوليوم اوف ووتر انتيك. يبقى المريض بتاعنا اللي هو عنده ريلاتيف هايبوفوليميا لو دخل العمليات وشلنا تيومر ده ممكن يجي له هايبوتنشن اون تيبل، يبقى لازما ان احنا نعمل فوليوم اكسبانشن نعوض الريلاتيف هايبوفوليميا او الاكشوال هايبوفوليميا اللي المريض بتاع الفيكروموسيتوما بيعاني منها بنحدى احنا بندي انترافينوس سلاين للمريض بتاعنا. طيب هنفترض ان الانترافينوس سلاين ده انا مش محتاج ادخل المريض قبل العمليات، انا بقول للمريض يشرب كميه سوائل الليله اللي قبل العمليه كويسه ويبقى فيها نسبه ملح كويس. ابسط حاجه احنا بنقول للمريض عليها حضراتكم طبعا عارفين كلكم مكعبات مرقه الدجاج، احنا بنقول للمريض يعمل ما يعادل لتر من الشوربه بتاعه مرقه الدجاج كل مج، المج يعني اللي هي الكوبايه اللي احنا بنقول عليها اللي هي 500 ml مش المج الصغير، بيحط عليه مكعب مرق الدجاج ويشرب مجين اثنين في الليله السابقه للعمليه ويشرب كميه ميه كافيه، ده قد يكون كافي بعيد عن السلاين وبيخش المريض العمليات ويعمل العمليه بتاعته. طيب المريض خرج من العمليات بنتابع المريض ازاي؟ الاعراض بتاعت المرض اتكررت ولا لا؟ احنا بنعمل تاني ميجرمنت للفري سيرم ميتانفرين ليفل بعد العمليات، نشوف اخبار المريض ايه والمستوى بتاع الميتانفرين اخباره ايه، وبنتابع البلاد بريشر بتاع المريض بتاعنا. وفي الغالب most of the cases المريض ما بيحتاجش انتي هايبرتنسيفز بعد ما بنشيل التيومر بتاع الفيكروموسيتوما او البارا جانجليوم. انا عايز بس ان احنا يعني نبقى فاهمين القاعده العامه في الدياجنوزز بتاعه الاندوكراين ديزيز، نبقى فاهمين الكومن مانفيستيشنز بتاعه الفيكروموسيتوما اند هاو تو دياجنوز، وان الموست امبورتانت لاين اوف تريتمنت هو السيرجيكال ريموفال اوف ذا تيومر افتر كنترول اوف بلاد بريشر اند فوليوم اكسبانشن. انا شاكر لكم وربنا يوفقكم ونشوفكم ان شاء الله تعالى على خير دايما، ومستنيينكم زملاء مستقبل تشاركونا في تخفيف الام المرضى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.